السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من المشهد والتي تتابعونها على المباشر من قناة المغربية، ونبدأ بموضوعنا الأول. منذ عام ونصف العام يعاني لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي غير مسبوق وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين. وقبل أيام رجح البنك الدولي في تقرير له أن تكون أزمة لبنان الاقتصادية الراهنة ضمن أشد 10 أزمات وربما أحد أشد 3 على مستوى العالم منذ منتصف القرن 19. ويعجز لبنان عن تشكيل لحكومة تخلف حكومة دياب التي استقالت في 10 من أوت 2020 بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت. السيد حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حذر من أن لبنان على مشارف الانهيار الشامل، وهو وضع سيضر أيضا بالدول الشقيقة والصديقة التي نشدها دعم بلاده في ظل العجز عن تشكيل حكومة جديدة وجراء خلافات خاصة بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري. وعبر خطاب متلفز توجه دياب إلى اللبنانيين قائلا أنه رغم مرور 30 يوما على استقالة الحكومة تستمر الحسابات السياسية بتجاهل مصالح لبنان ومعاناة اللبنانيين وتعرقل تشكيل الحكومة. نتابع مشاهدينا ما جاء في كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب ثم نبدأ النقاش. 300 يوم مروا على استقالة حكومتي، وما زال لبنان يتوغل في نفق يزداد ظلاما، وكلما لاح بصيص في الأفق تطفئه الحسابات السياسية التي لم تعد تقيم وزنا لمصير البلد ولا لمعاناة اللبنانيين الذين وبسبب عدم تشكيل الحكومة يستنزفهم البحث عن حبة دواء أو علبة حليب أطفال أو لتر بنزين، ويكتوون بنار الأسعار التي تفوق بكثير قدراتهم ومداخيلهم، فيتجذر إحباطهم ويدفع بعضهم إلى البحث عن الأمل والانفراج بعيدا عن وطنهم الذي يخسر يوميا كفاءاته العلمية وشبابه وتتآكل قدراته. على مدى 15 سنة مضت تحول الفراغ إلى قاعدة في البلد، بينما وجود الدولة ومؤسساتها هو الاستثناء. أما اليوم فالحلقة المفرغة تحاصر الآمال بإمكانية الخروج من المأزق الذي أضحى أزمة وطنية تهدد ما تبقى من مقومات الدولة والدستور والمؤسسات. لكن الأخطر هو ما تتركه هذه الأزمة من تداعيات سلبية على يوميات اللبنانيين الذين يستعيدون مشاهد مؤلمة من زمن ليس ببعيد، وهي تستعاد اليوم في سياق مسار الانهيار المتعدد الأوجه، وكأن هناك من يسعى ويعمل على تكرار تلك الطقوس تحقيقا لغايات في النفوس. ومن دون العودة إلى سرد وقائع أصبحت معروفة لدى اللبنانيين، فإن الواقع المالي المأزوم بتراكم الأخطاء في السياسات المالية والذي وضعنا خريطة طريق لمعالجته في خطة التعافي التي اعتمدتها حكومتنا وباشرنا التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدتها ثم توقفت باستقالة الحكومة، تحتاج اليوم إلى حكومة قائمة تستكمل التفاوض مع صندوق النقد لوضع البلد على سكة الخروج من الأزمة الحادة التي ترخي بأثقالها على لبنان واللبنانيين.
نرحب بضيوفنا من بيروت الباحث والأستاذ الجامعي الأستاذ حسن عطوي، وأيضا أرحب بالمحامي والمستشار القانوني الأستاذ طارق حجار، وأيضا أرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ علي الأمين. أهلا وسهلا بضيوفنا. أبدأ معك أستاذ طارق حجار، شكرا لانضمامك إلينا. يعني واضح حسب كلام السيد حسن دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بأنه الأوضاع على مشارف انهيار شامل في لبنان، هل لك أن تضعنا في صورة آخر التطورات؟ مساء الخير. أولا أهلا وسهلا. أهلا سيدي، تحياتنا لكم ولجميع الضيوف الحاضرين. شكرا. بالنسبة لنا لبنان، ولبنان وصل إلى قعر الهاوية، والانهيار أصبح واقع نعيشه يوميا. أما بالنسبة لكلام رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب، فهي موال مثله مثل باقي السياسيين في لبنان، يرمون المسؤولية على الآخرين ويتنصلون من تحمل المسؤولية. نحن نسأل حسان دياب الذي جاء على حصان أبيض على لرئاسة الحكومة في هذا العهد المشؤوم، ماذا فعل خلال ولايته؟ إذا نعود ونستذكر البيان الوزاري لحكومة حسان دياب التي كانت على أساس أنها حكومة إنقاذ، بيان وزاري يعني يعطي الأمل للبنانيين بأن الازدهار سوف يأتي اليوم قبل الغد، تبين أن حكومة من التافهين الوصوليين لا يفقهون شيء، أتباع لأتباع لأتباع السياسيين الذين يحكمون منذ أكثر من 54 عام، وبنفس الطريقة تعاملوا بكل خفة مع الوضع الاقتصادي، خاصة الاقتصاد الراهن، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. كلام حسان دياب غير معول عليه، فهو تافه مثله مثل جميع الذين استلموا الحكم في هذا البلد. الشعب اللبناني الآن يرزح تحت ضائقة لم يشهد شعب في التاريخ هكذا ضائقة، إن كان لناحية الدواء خاصة والاستشفاء والمواد الأساسية في هذا البلد. نتيجة أصبحت معروفة، وهذا الأمر أصبح على المكشوف. هناك عصابة استلمت البلد، سرقته، سرقت مقدراته، فساد استشرى بنتيجتها في جميع إدارات الدولة، بنيان الدولة مهترئ، ومحترفين بالتنصل من المسؤولية. كل شخص يرمي المسؤولية على الشخص الآخر، يرمي على الآخر وعلى اللي قبله وعلى اللي قبله، إلى أن تبين أن الجميع غير مسؤول. فهذا هو واقعنا في لبنان سيدتي العزيزة. اسمح لي أستاذ طارق حجار أنتقل حديثي مع الأستاذ الكاتب الصحفي أستاذ علي الأمين. أهلا وسهلا بك سيد الكريم، شكرا لانضمامك إلينا. أهلا بكم. أهلا وسهلا. يبدو أنه اللبنانيون اليوم محبطون لدرجة البحث عن أمل والانفراج بعيدا عن وطنهم نتيجة الأزمة الاقتصادية الصعبة، والتي حسب متابعين وخاصة البنك الدولي يعني تحدث في تقرير له أنه أزمة لبنان الاقتصادية الراهنة ضمن أشد 10 أزمات وربما أشد 3 على مستوى العالم منذ منتصف القرن 19. لك الكلمة سيدي أن تحدثنا عن الوضع الراهن، خاصة بعد هذا التقرير الخطير للبنك الدولي. يعني بداية تحياتي لك وللضيوف، ولا شك أنه الأزمة اللبنانية يعني هذه أزمة متفاقمة، وهي تعيش فصل جديد من فصول الانهيار. نتحدث عن واقع اقتصادي جرى الحديث من قبل الضيف عنه، ووضع سياسي مأزوم، وغياب أي إرادة حقيقية للانتقال إلى معالجة هذا الوضع القائم. يعني أسوأ ما يمكن أن يعانيه لبنان
وليس ما يعيشه على رغم السوء الذي فيه اقتصاديا وماليا واجتماعيا. إنما الأسوأ هو غياب الإرادة في محاولة تغيير هذا الواقع. المؤسف أنه نجحت هذه الطبقة الحاكمة في لبنان والتي هي تحكم بالوكالة عن أطراف وجهات بالدرجة كبيرة، هي جهات ليست لها علاقة بالشعب اللبناني إنما جهات خارجية. هذه القوى لا تريد وليست مهتمة بإنقاذ هذه الدولة ولو على من أجل المحافظة على مكاسب تستفيد منها من هذه الدولة، وربما هي أيضا في نفس الوقت عاجزة عن إيجاد أي حلول باعتبار أن هذه السلطة هي لم تقم إلا على مزيد من النهب ومزيد من الفساد ومزيد من الهدر. والمشكلة أن هذه يعني ما يمكن أن يكون هناك من مكاسب لم يعد موجود في الدولة اللبنانية، وهي لا تتقن إلا عملية النهب والسلب، وبالتالي من يقوم بالفساد والإفساد لا يستطيع أن ينقذ أن يقود عملية الإنقاذ. الرهان هو على أن يكون هناك إرادة يعني تخرج من الشعب اللبناني، وخاصة يعني برزت ملامح مثل هذه الإرادة في انتفاضة 13 تشرين. لا شك أن هناك نفسات أصابت هذه الانتفاضة على الأقل لجهة عملية القمع التي تعرضت له البطش الذي مورث ضدها من قبل أطراف السلطة وتحديدا حزب الله. وبالتالي يمكن القول أنه من الصعوبة اليوم توقع أن تبرز يعني يعني اي او محاوله من هذه المجموعات التي تمثل هذه الانتفاضه ان تقوم بخطوه ممكن ان تشكل مسار لانقاذ الوضع القائم. الاسباب التي اشرنا اليها بسبب تفككها، ربما بسبب ضعفها، بسبب غياب رؤيه ومحاوله فرض رؤيه يعني طرح رؤية ومحاولة فرضها على الواقع. بالتالي المشهد أسود برأيي، لا نرى هناك مؤشرات أو بارقة ضوء أو أمل يمكن أن تبرز أو تبرز، بل أنه الانهيار مستمر والإرادة غائبة عن نجم هذا الانهيار. أستاذ علي الأمين، هل أفهم من كلامك أنه انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان سببه العجز عن تشكيل حكومة جديدة يتفق عليها الجميع، خاصة مع اختلاف الحريري مع عون حول تشكيل حكومة اختصاصيين وعدد الحقائب الوزارية وتسمية الوزراء خاصة المسيحيين منهم؟ يعني هو عدم تشكيل الحكومة أيضا، يعني لا أريد أن أقول أن الأزمة تحلها عملية تشكيل الحكومة، لكن لا شك هي مدخل، يعني مدخل يعني لتظهير إرادة أو لتظهير رغبة أو تظهير موقف بأن هناك إرادة للحل، لكن هي برأيي أعمق من ذلك بكثير. وربما العجز عن تشكيل الحكومة هو يعكس في جانب منه معرفة أطراف السلطة أن الحكومة لم تحل، بمعنى تشكيل الحكومة لم يكون حلا. سبب ذلك هو أنه أي محاولة جدية للحل تتطلب تغييرا في منهجية السلطة، وأي تغيير في منهجية الحكم القائم اليوم تعني تفكك القوى الحاكمة، لأنه منظومة الحكم قائمة على نوع من الزبائنية ونوع من الفساد وتقاسم الخصب، وبالتالي من الصعب استمرار هذا السلوك في أي محاولة جدية للحل. وبالتالي هذه السلطة تدرك أن الحل الحقيقي والمعالجات الحقيقية تعني نهاية أطراف السلطة، نهاية نفوذها ونهاية القدرة على الإمساك بمقاليد السلطة. لذلك هي لا تريد أن تبادر بهذا الاتجاه باتجاه تشكيل الحكومة دون أن يكون هناك نوع من الغطاء الدولي أو الإقليمي الذي يوفر ربما حماية لهذه القوى، بمعنى أن يضمن لها
استمراريتها، وبالتالي أن يضمن بمعنى التغطية المالية من مساعدات وما إلى ذلك، وهذا غير متوفر اليوم دوليا باعتبار أن صندوق النقد الدولي والأصرف الدولية تطالب الحكومة، تطالب اللبنانيين عموما والسلطة اللبنانية بتشكيل الحكومة وقيام بإصلاحات جدية للمساعدة لمساعدة اللبنانيين. نعم. هذه الأمور ليست متوفرة، وليس هناك كما قلت من إرادة لدى أطراف السلطة بتشكيل مثل هذه الحكومة، لذلك هي تذهب باتجاه هذه القوى إذا لاحظنا أنها تذهب بمزيد من استثمار الخطاب المذهبي والطائفي في محاولة تعويض العجز بخلق نوع من التنافر الطائفي والمذهبي بما يوفر لها انطلاقا من هذه العصبيات، نوع من الالتفاف ولو أن هذا الأمر لم يعد مجديا كثيرا برأيي على المستوى اللبناني. اسمح لي أستاذ علي أذهب للحديث معي عبر السكايب من بيروت الباحث والأستاذ الجامعي الأستاذ حسن عطوي. أهلا وسهلا سيدي الكريم، شكرا لانضمامك إلينا. هل المشكلة تكمن في عدم ارتقاء القوى السياسية إلى مستوى المسؤولية الوطنية، أم يعني هناك مشكلة أيضا في قصور في حجم إدراك الأزمة وتداعياتها؟ مساء الخير لك والسادة المشاهدين والضيوف الكرام. أهلا وسهلا أستاذ. بس تصحيح، حسين عطوي وليس حسن. حسين عطوي، أهلا وسهلا أستاذ حسين وعذرا على هذا الخطأ، تفضل. بالنسبة لموضوع الحكام عندنا في لبنان، يعني القضية أصبحت واضحة بأن السياسيين اللبنانيين متورطين جميعا في 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 فساد الدولة وفي انهيار الدولة، وبالتالي الجميع يريد أن يلقي اللائمة على الآخر، والجميع يريد أن يحافظ على الآخر، هذا بكل وضوح بكل صراحة. هم جميعا يريدون أن يحافظوا على بعضهم البعض لأنهم جميعا في مركب واحد، ولكن في ذات الوقت يريد كل منهم أن يحافظ على نفسه في الشارع الذي هو فيه. يعني حينما نتحدث عن الشارع المسيحي، شارع رئيس الجمهورية، فهو يحاول أن يبقي على عصب طائفته من خلال التصويب على رئيس الحكومة السني مثلا، ورئيس الحكومة السني بالمقابل لا يريد أن يفقد شعبيته من خلال والله أن يتنازل هنا أو هناك عن مقعد وزاري أو غير ذلك. وأيضا عند الطائفة الشيعية، حزب الله معروف يعني الدور الذي يلعبه على مستوى الإقليم، وبالتالي يريد أن يحافظ على هذا الدور من خلال الطبقة السياسية اللبنانية، فهو يتغاضى عن كثير من الأمور من أجل أن يحافظ على هذا الدور. حركة أمل هي جزء من اللعبة السياسية المزمنة التي تشكلت بعد اتفاق الطائفة عام 1990، وهم جميعا يعني إما يتناكفون من أجل المصلحة الشخصية، يعني من أجل بقاء الزعيم، وإما يتوافقون من أجل يعني الحفاظ على المكتسبات للجميع. هذا بكل وضوح، يعني لبنان يغرق بشكل كبير جدا على كل المستويات، مستوى الاجتماعي، مستوى الاقتصادي، سياسيا لم يعد لنا شيء. أستاذ حسين عطوي، سوف أتوقف معك لأن هناك في خشخشة في المايك لديك، سوف أعود لك بعد قليل حتى يتم تضبيط المسألة. أذهب إلى الأستاذ طارق حجار. أستاذ طارق، يعني نحن نتحدث هنا عن أزمة كبيرة خاصة في الأساسيات التي يحتاجها المواطن اللبناني، هناك فقدان في الأدوية، حتى في حليب الأطفال والمحروقات بسبب اعتماد التخزين للمواد الأساسية من قبل بعض التجار كما يرى بعض المسؤولين في لبنان، وهذه مسألة بحد ذاتها خطيرة. يعني إذا لم تتوفر هذه المواد الأساسية المواطن كيف يعيش؟ هل المرحلة القادمة سوف تكون الرحيل عن الوطن لكسب عيش كريم مثلا أم ماذا؟ هناك وضع الشعب اللبناني أمام ثلاثة حلول عزيزتي. الحل الأول هو الذي يفكر فيه معظم الشعب اللبناني، الهجرة والابتعاد عن الوطن، الجحيم، أصبح جحيم. الحل الثاني أن يقتات على المساعدات من هذا الحزب وذلك بأساسياته، والحل الثالث أن يأخذ حقه بيده. سوف نرى في القريب أن الجرائم سوف تزداد، السرقة، النشل، الإشكالات الأمنية من أجل
بعض الأساسيات. واللي ما بده يكون تابع لأي حزب شو يعمل يعني؟ هذا بيكون بتروح عليه، بده يتصبر، بده يتصبر بالله ويلاقي فرصة ليفل من هذا الجحيم. للأسف هذه هي الحقيقة، للأسف هذه هي الحقيقة. والمسؤولون غير موجودين، مسؤولون غير موجودين. يعني امبارح سمعنا خطاب حسان دياب، أين وزير الاقتصاد من هذا الغلاء؟ لا يعني لسنا بحاجة إلى حكومة مكتملة كي يقوم وزير الاقتصاد بمكافحة الغلاء. أين وزير الصحة من ضبط الأدوية؟ يخرج لنا وزير الصحة الأدوية مخزنة في المستودعات، فلتذهب لختم هذه المستودعات بالشام الأحمر وتوزع الأدوية على الناس والمحتاجين. أدوية جميع أدوية، أصبح هناك سوق سوداء للدواء، هذا أمر مخيف. المستشفيات خرجت عن أصولها بالتسعير والضمان، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يعد يستطيع أن يغطي فاتورة الاستشفاء في المستشفيات وإلى آخره. فوضى عارمة من قبل، أعود وأكرر، إنها منظومة كاملة متكاملة ومتكافلة متضامنة في سرقة الناس. جميعهم مسؤولون، الذين يملكون المستشفيات والمصارف والشركات الكبرى والإدارات الكبرى، جميعهم ينتمون إلى نفس الطبقة السياسية، جميعهم متورطون. ويأتي إضافة إلى ذلك إعلام مأجور يغطي على هذا وذاك، ورجال دين بنفس الوقت تغطي على هذا الجانب. نحن نعيش في جحيم للحقيقة من قبل منظومة سرقتنا في وقت السلم وقتلتني وقتلتنا حين تختلف. نعم. اسمح لي سيدي الكريم، أعود للأستاذ حسين عطوي الباحث والأستاذ الجامعي، أهلا بك من جديد، أتمنى أن يكون الصوت واضح الآن. إذن صورة متشائمة سيدي الكريم عن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وأيضا السياسية في لبنان. يعني هناك من يرى أنه تفجير مرفأ بيروت كان سبب من أسباب هذه الأزمة الاقتصادية وربما فاقمها، وأزمة كورونا العالمية، جائحة كورونا كذلك زادت من حجم المشكلة الاقتصادية في لبنان. وهناك من يرى أن ممارسة التهريب بمختلف الطرق ومختلف المواد الأساسية إلى الخارج هذه أصلا يعني من المشكلات التي يعاني منها لبنان. هل المشكلة حقا في ذلك أم المشكلة في الأحزاب السياسية التي تحكم لبنان سيدي؟ المشكلة أعقد من ذلك بكثير حقيقة. حينما نتحدث عن واقع الاقتصاد اللبناني، لبنان لا ينفك عن المحيط، لبنان لا يمكن له أن يعيش بدون المساعدات الخارجية، سواء كانت هذه المساعدات تأتي من الدول الشقيقة أو من العالم. أزمة انفجار المرفأ سبب خسارة كبيرة للبنان، صحيح تهريب المخدرات ووقف السعودية لاستيراد المنتجات أو بعض المنتجات اللبنانية أيضا سبب خسارة، لكن الخسارة الأكبر هي من خلال الحصار الاقتصادي الذي يتعرض له لبنان بسبب سياسة المحاور التي وضع لبنان نفسه فيها. يعني لبنان حينما وضع نفسه ضمن المحور الإيراني، نقول الكلام كما هو، بالتالي هذا لم يكن يرضي دول الخليج التي تريد أن يكون لبنان من ضمن محورها. وأيضا بالمقابل دول الخليج التي وخاصة المملكة العربية السعودية لم تتقن لغة اللعب بالشكل الصحيح في المسألة اللبنانية، فكانت مرة تتغاضى عن التدخلات الأخرى ومرة تصعد الأخير في لبنان. يعني السياسة متذبذبة، سياسة غير واضحة، غير متقنة على هذا المستوى، وبالتالي تأثر لبنان بشكل كبير جدا في من خلال التجاذب الحاصل الآن بشكل حاد بين المملكة العربية السعودية وإيران. ثم جاءت قضية التهريب إلى المملكة العربية السعودية الذي وضعته المملكة العربية السعودية كجزء من مخطط تخريبي إقليمي يستهدف المملكة العربية السعودية اجتماعيا. يعني هي لم تأخذ الموضوع على أساس أن هناك شبكات مخدرات كارت العالمي يريد الاستفادة المادية، إنما وضعته في خانة المؤامرة
التي تستهدف المجتمع السعودي من أجل تفكيكه، وبالتالي يسهل السيطرة على المملكة العربية السعودية أيضا، كما تمت السيطرة على دول أخرى في الإقليم. ولكن لبنان تأثرت من هذه المسألة اقتصاديا، أليس كذلك؟ لبنان تأثر بشكل كبير جدا من هذا الواقع. نحن الآن نعيش مشكلة حقيقية من خلال توقف المساعدات الخارجية للبنان. يعني إذا كانت أزمة كورونا أثرت في شيء، إذا كان الأزمات الأخرى أثرت، إلا أن لبنان أصبح الآن في حضيض الواقع الاقتصادي. الدولار وصل اليوم إلى أكثر من 13 ألف ليرة لبنانية، بمعنى أنه زاد أكثر من 9 مرات. يعني سعر الدولار بالنسبة للليرة زاد أكثر من 9 مرات، بينما بقي اللبنانيون كما هم على المستوى المعيشي. بقي اللبنانيون، أقصد ليس المعيشي بمعنى مستوى الدخل، وبالتالي الفقر يزداد في المجتمع اللبناني، ولم تستطع الحكومة المستقيلة أن تؤمن حتى الآن ما أرادت أن تؤمنه من البطاقة التمويلية للأسر الأكثر فقراً، لأنها لم تجد في المجتمع الدولي من يقوم على تمويل هذه البطاقة التمويلية. هذا مع الأسف هذا الواقع الذي نشهده الآن، ونشهد من خلاله أزمة الدواء، أزمة المحروقات، أزمة الخبز، قريبا ستأتي أزمة الخبز، وهناك الكثير من الأزمات. وبالمقابل حقيقة، وهذه نقولها يعني بالفهم الآن، أن المجتمع اللبناني ما زال إلى الآن مخدرا بسياسة أو بالولاء للزعيم أو بالولاء للطائفة، وبالتالي الزعماء يعني يشدون عصبهم من خلال طوائفهم، ويتجاذبون بالسياسة على حساب المجتمع وعلى حساب الناس. اسمح لي سيدي الكريم أنتقل للكاتب الصحفي الأستاذ علي الأمين. أستاذ علي، قرأنا اليوم في الصحف أنه استمرار سحب ودائع الدولار على سعر صرف 3900 ليرة، ماذا يعني ذلك للمواطن اللبناني؟ سمعنا عن قصص مأساوية، هناك من حاول أن يدخر بعض المال أوقات الخير، والآن أصبح ما يدخره لا تكفي لتذكر الطيران، كما سمعنا من بعض القصص هنا وهناك. هل لك أن تحدثنا عن هذا الموضوع؟ يعني هو كما معلوم أنه ودائع اللبنانيين يعني تتمنى اليوم المصارف عن إعادتها لأصحابها، وهو أمر يعني مستمر منذ أكثر من سنة ونصف، وهذا يعني أو حوالي سنتين، يعني سنة وعشرة أشهر وهذا الأمر ناتج بطبيعة الحال عن عدم قدرة المصارف عن رد هذه الإيداعات، بسبب أن هذه الأموال كانت جرى تمويل الدولة اللبنانية. يعني هذه الودائع التي كانت للبنانيين قامت المصارف في يعني تحويلها إلى دين للدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية يعني أصابها ما أصابها كما تعلمون اليوم، وبالتالي هي عاجزة عن رد هذه الأموال، وبالتالي حصول المودعين على أموالهم. سمح المصرف المركزي أو هذه المصارف بأن يستعيد البعض، أن يأخذ جزء من الأموال من خلاله، ولكن على قاعدة صرف على سعر 3900 ليرة، وهو كما نعلم سعر الفعلي للدولار 13 ألف ليرة لبنانية، يعني بمعنى أنه تقريبا أقل من الثلث أو حول يعني أكثر من الربع القيمة الحقيقية. يعني المواطن اللبناني يأخذ من وديعته هو ما قيمته بنسبة معينة، وبالتالي هو ليس مسموح أن يأخذ كل وديعته، بس بما يغطي ما يعتبرونه مصاريف شهرية بس بربع قيمتها. وهذه عملية نهب ومستمرة. صدر حكم قضائي من المجلس شورى الدولة اللبنانية، اعتبر أنه من حق المودع أن يأخذ أمواله بالعملة التي وضعها، وهي العملة الدولار. يعني في مبيعين، نحن نتحدث عن المبيعين، وبالتالي عملة لا قيمة لها يعني الأساسي. نعم، لم أسمع جيدا.
أقصد، وبالتالي ما يتحصل عليه لا قيمة له. إيه يعني ربع القيمة، يعني ربع القيمة دولار، عم يأخذ بدل دولار ربع دولار، نعم، ويسجل أنه أخذ دولار، وبالتالي يأخذ وهو يعني كمان مطلوب، يعني إذا كان شخص عنده مثلا 100,000 دولار تنقول في المصرف، نعم، ولا يحق أن يسحب من البنك أكثر من قيمة يعني 500 دولار أو 300 دولار في ال، وبالتالي لا يستطيع حتى وبسعر 3,900 ليرة لبنانية للدولار، أي يعني بربع القيمة تقريبا. وهذا بطبيعة الحال هي عملية نهب يعني حقيقية تتم للمودعين. وكما قلت صدر حكم من المجلس شورى الدولة يعتبر أنه من حق المودع أن يأخذ الأموال بالدولار، لكن عملية من الناحية العملية لا تستطيع البنوك أو تتبرع البنوك أنها غير قادرة، وهي فعليا على الأقل أنه بسبب الديون التي قدمتها للدولة اللبنانية ليست قادرة أن تستجيب لكل المودعين. بهذا المعنى هذا القرار الذي صدر واللي بيعتبر انه الغاء قيمة 3,900 استغله البعض واعتبر انه عودة لسعر 1,500 باعتبار انه ايضا هناك قانون اخر الدولة اللبنانية يعني تفرض ان تدفع الاموال، يعني اذا كان لبعض المواطنين دين على يعني للبنوك ديون على المواطنين، حق للمواطن ان يدفع قيمة الدين على إذا كان بالدولار على قيمة 1,500. بهذا المعنى أنه شعر المبيعين بأنه هناك أيضا سرقة جديدة تتم من خلال محاولة تخفيض يعني استغلال البنوك لتخفيض قيمة الدولار إلى 1,500. لكن ما لبثت أدركت السلطات اللبنانية أن هذا الأمر سيخلق أزمة في الشارع ويمكن أن يكون له تداعيات. صدر قرار من قبل باجتماع برئاسة الجمهورية اليوم للعودة إلى سعر 3,900، لكن بكل الأحوال هي كانت يعني أمر تعكس حالة الفوضى والتردي. نحن أمام مشهد انهيارات، وهذه الانهيارات هو أشبه ب إذا قلنا مثل عربة أو سيارة يعني أصبحت مخترئة، فلا نعرف كيف يعني كل لحظة هناك مشكلة. بالتالي في ما يشبه الانهيار والتداعي على مستوى الإدارة العامة، فضلا عن الانهيار اللي شهده القطاع المصرفي. والانهيارات يعني هي حلقة، نعم، حلقات متصلة، انهيار متعدد الأوجه. أستاذ علي، أستاذ علي الأمين، سؤالي لك. قبل قليل ضيفنا الأستاذ حسين عطوي ذكر أنه هناك حصار خارجي مطبق على لبنان، يعني لا تصل مساعدات، يعني واضح أيضا أنه هناك في ممارسة ضغوط مختلفة لمنع وصول المساعدات إلى لبنان لوضعه أو لدفعه نحو انهيار شامل. كيف تقرأ ما تفضل به الأستاذ حسين عطوي؟ يعني لا شك أنه ما في شك أنه في شيء ما يشبه الحصار، لكن ليست هي المشكلة مشكلة المساعدات. ما برأيي هو المسألة لها علاقة بانهيار علاقات لبنان الخارجية. يعني علاقات لبنان مع دول الخليج يعني شبه منهارة، غياب الثقة. العلاقات لبنان حتى على المستوى الدولي مختلفة. هذه أثرت على القطاع. ولكن ماذا عن الوعود الأوروبية وتحديدا الفرنسية بإعادة إعمار ومساعدة لبنان؟ كنا أشرنا إلى أنه الأوروبيين والفرنسيين وغيرهم هم يطالبون بأن تتشكل حكومة لبنانية وتضع برنامج إصلاحي، ويمكن مساعدة لبنان بسبب برنامج الإصلاح، باعتبار أن المساعدات اللي كانت تصل لبنان في السابق كانت تنهب يعني بطريقة أو بأخرى. فإذا الجزء كبير من هذه المساعدات كان يعني يصرف على الطبقة السياسية الحاكمة. هذه الدول ليست مستعدة أن تدفع مجددا أموال لا تعرف أين تذهب أو كيف تصرف. فبالتالي هناك عدم ثقة بالسلطة القائمة، وهناك مطالبة حتى دولية بأن يكون صندوق النقد هو المشرف على عملية الصرف، وهذا يتطلب تشكيل حكومة بطبيعة الحال وخطة يتم الاتفاق عليها، وبناء عليه تبدي يعني أبدت هذه الدول استعدادها لمساعدة لبنان.
وتحديدا عبر صندوق النقد الدولي. يعني لا نتوقع ان يكون هناك مساعدات حقيقيه جديه من خارج اطار صندوق النقد الدولي، اصبح امر لا مفر منه في مواجهه يعني يعني هذا الاختلال الكبير على مستوى إدارة المال العام والشأن العام في لبنان. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي من بيروت الأستاذ علي الأمين. عودة للأستاذ طارق حجار. أستاذ طارق حجار، يعني نتحدث هنا عن البنك الدولي كما ذكر ضيفنا قبل قليل، وقال أنه لا يمكن الحديث عن مساعدات خارجية دون تدخل صندوق النقد، بينما هناك استمرار لتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الآن. كيف ذلك؟ يعني هل الغرب أو الدول الأوروبية يعني تنتظر لتشكيل حكومة لبنانية جديدة من أجل الخوض في تفاصيل مساعدة لبنان؟ من الواضح عزيزتي أن جميع الدول لم تعد تريد أن تتعاطى مع لبنان بنفس الطريقة السابقة. بالسابق حصل مؤتمر باريس 1، باريس 2، باريس 3 وعدة مؤتمرات، وجاءت مساعدات من كل حدب وصوب إلى لبنان. أين هي هذه المساعدات؟ أين صرفت؟ أين هي المشاريع؟ أين هي كل هذه الأمور؟ أيقنا كما تفضل الأستاذ علي الأمين، العلاقات الخارجية والسياسة الخارجية للبنان منهارة مع الجميع، مع القريب قبل الغريب. فلا يمكن أن تبني اقتصاد مع علاقات منقطعة مع جميع الدول، خاصة الدول العربية القريبة. فلذلك لا يمكن أن تأتي لا أي مساعدات أو استثمارات للبنان كي ينهض الاقتصاد وكي تتحسن الأمور من الناحية الاقتصادية. لذلك هنا الغرب خاصة يقولون أن بدون حكومة جديدة مع برنامج إصلاحي لوقف الهدر والفساد والمحاصصة والسرقة لا يمكن أن يأتي أي دولار إلى لبنان. فالبعض يعتبر أن هذا حصار وأن هذا شروط، والبعض الآخر يعتبر أن لا يمكن أن تأتي مساعدات إلى هذه المنظومة التي لا يمكن أن ترى أي مساعدات إلا سوف بالحد الأدنى إن لم تصرفها سوف توزعها على زبائنيتها. نعم. لن تذهب إلى الشعب اللبناني. هذه هي المعضلة. نعم. بينما تشكيل حكومة فيها يوجد لديها برنامج إصلاحي يكافح الفساد ويمنع الهدر ويمنع السرقة والمحاصصة، هو بالحقيقة هو مقتل هذه المنظومة، ولن يقوم بها إلا تحت الضغط أو إذا تحت أي ضغط؟ تحت ضغط الشارع تقصد كما حصل من مظاهرات؟ أو ضغط الأمر الواقع. لا نعلم متى ينفجر الشارع سيدي. نعم، هو اصلا الوضع منفجر، هو منفجر، ولكن ربما بسبب الجائحه والتضييقات لذلك صار من الصعب على الناس الخروج الى الشارع في بعض المناطق. جائحه كورونا كانت احدى الاسباب، وانما نعم. القمع هو السبب الرئيسي، العيون، سحل المتظاهرين في الشوارع، الاستدعاءات اليوميه لكل اي احد ممكن يعبر عن رايه. باخر احداث بترابلس ادعت النيابات العسكرية على المتظاهرين بجرائم إرهاب. يعني الموضوع القمع موضوع أساسي بخفوت نزول الناس إلى الشارع، إضافة إلى المواطن اللبناني منهمك بتأمين لقمة عيشه. فلا يمكن أن من يريد أن يؤمن دواء ومشغول عن الثورة. شكرا جزيلا سيدي الكريم، المحامي والمستشار القانوني الأستاذ طارق حجار، كنت معنا عبر السكايب من بيروت. شكرا على هذه المشاركة. عودة لك أستاذ حسين عطوي. أستاذي الكريم، يعني من الواضح أنه لا يوجد ثقة، هناك انعدام للثقة بكل القيادات السياسية التي تحكم لبنان اليوم، وللأسف الشديد كما ذكرت حضرتك قبل قليل أنه هناك مشكلة طائفية أيضا هي من تعمق من الأزمة في لبنان. ولكن ما هو الحل؟ هل الحل في خروج الناس إلى الشارع؟ كان هناك حراك لبناني لأكثر من عامين توقف أو خف بسبب جائحة كورونا وبسبب القمع كما ذكر المحامي الأستاذ طارق حجار. باعتقادك ما هو الحل وأنت متابع لما يجري في لبنان بشكل دقيق؟
نحن بحاجة للتضحية، الشعب اللبناني بحاجة لأن يضحي، بحاجة لأن ينزل للشارع حتى لو كان هناك استدعاءات، حتى لو كان هناك ضرب وإهانة وإصابات مباشرة في الأطراف والعيون. لا بد للشعب اللبناني أن يتحرك، لأننا وصلنا إلى منعطف خطير جدا إذا بقينا على هذا المنوال، فإن الطبقة السياسية لن تتزحزح عن 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 مكانها، وبالتالي ستزداد الأزمات. نزولنا للشارع قد يفرض ضغط دولي إضافي على الطبقة السياسية لتبكير الانتخابات النيابية لحل المجلس النيابي الحالي، و انتخاب مجلس نيابي جديد. قد يؤدي انتخاب المجلس النيابي الجديد، وأنا هنا أقول قد لأني حقيقة أشكك بعد بطبقة كبيرة أو بجزء كبير من اللبنانيين بسبب الحالة الطائفية الموجودة والولاء للزعماء والفساد الذي لا يصيب فقط الطبقة السياسية، إنما يصيب قسم كبير من الموظفين في القطاع العام بشكل خاص، وهؤلاء يمثلون شريحة كبيرة من الشعب وهم متمسكون بزعمائهم الذين أتوا بهم. نحن بحاجة حقيقة لنفضة كبيرة على كل المستويات، على المستوى القيمي، على مستوى الطبقة السياسية، وإن كان هناك انتخابات نيابية مبكرة، لأن لبنان محكوم بالخيار الديمقراطي حقيقة. يعني قضية التغيير في الشارع قد تكون في الدول الشمولية، في الدول الديكتاتورية، أما في دولة مثل لبنان هناك يعني حراك ديمقراطي، ولابد أن يصل المجتمع اللبناني ليعبر حقيقة عن رفضه لهذه الطبقة السياسية بكل أطيافها وبمندرجاتها الطائفية والمذهبية وغير ذلك. لا يمكن لنا أن نقوم بغير هذه سؤال سريع أستاذ حسين عطوي، هل يدفع لبنان ثمن جواره مع دولة الاحتلال وموقفه من القضية الفلسطينية؟ وهذا ايضا نعم جزء من الواقع الذي نعيش فيه. نحن في لبنان شعب مقاوم، نحن واجهنا العدو الصهيوني واستطعنا ان نطرد العدو الصهيوني من ارضنا عام 2000، وبالتالي فهناك ضريبه لابد لنا ان ندفعها. ليس فقط طرف معين يدفع هذه الضريبه، انما المجتمع اللبناني باكمله يدفع هذه الضريبه، لاننا حينما يتعلق الامر بالكيان الصهيوني ليس هناك طرف مع الكيان وطرف ضد الكيان، نحن جميعا إلا ما ندر مقاومين للعدو الصهيوني، واجهنا هذا العدو بكل قوة وبكل جسارة على مدى سنين طويلة، وبالتالي صحيح نحن ندفع جزء من الثمن، ويريدون تركيعنا من أجل حتى موضوع ترسيم الحدود ومن أجل التسوية مع الكيان الصهيوني، خاصة أن البعض في الخليج ينطلق من هذه المنطلقات أيضا. شكرا جزيلا للباحث والأستاذ الجامعي الأستاذ حسين عطوي، كنت معنا من بيروت عبر السكايب، تحية لك سيدي الكريم. مشاهدينا سنتوقف عند فاصل قصير، أرجو أن تتفضلوا في البقاء معنا.